بقول انه ذبحوني ذبح عشان لقمان كان عدا انه ابني صديقي وشريكي في الفكر وفي القراية وفي المناقشة، وبعدين هم استفادوا ايه؟ ضيعوا طاقة كانت موجودة لبنان، لكن هم يعني مش بس طاقة لي انا كراجل بيعرف وبيقرأ وبيكتب وبيحلل، يعني أنا أنانية، أنا أمه أنا عايزاه ابني، لكن إذا بيفكروا في بلدهم ما بيروحوش الطاقات دي عشان إيه؟ استفادوا إيه؟ إنه صرفوا عليه 5 6 رصاصات، كتر خيرهم كتر خيرهم. في رسالة بتحبي تقوليها؟ هقول إيه؟ إنه إحنا هنا تربينا إنه العلم أهم حاجة والفكر أهم حاجة والأخلاق، وبعدين الدنيا بتعارضنا فبننكفئ، بنقعد في بيتنا بنقرأ وبنكتب وبنحل، مش ضروري نعرض نفسنا. فالعالم صعب، لكن العالم مش لازم يكون مجرم، مش بس المنفذ. أنا بلوم أكتر المحرض، في محرض، فالمحرض جلام أكتر من المنفذ، عشان المنفذ عادة آلة بتنفذ. أنا بقول الخفاقة اخفقي، بحط لها النمر بتاعتها بتخفق، لكن مين اللي بيمشيها؟ اللي بيحرضها، اللي بيمشي، فهو اللي يلام. بس ده اللي بقدر أقوله. اتهام في اتهام ولا ترك الموضوع للقضاء؟ أكيد ترك الموضوع للقضاء. وهلأ بعد الظهر بيوصل ابني المحامي اللي هو بيعلم في فرنسا، هادي هو من حكاية القوانين وإيه والتحقيق. بس المهم نوصل لحل، عشان أنا إذا تذكرت أيام ما تقتل كامل مروة، جوزي كان المحامي بتاعه، وبعدين كأنه يعني مرمغه الحكاية. فأنا برفض إنه موضوع قتلة لقمان تتمرمغ، ده برفضه.